رجعنا لكم من جديد في زون ميكس ونبدلوا الاختصاص نحكيو هوند فتيات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أطلقن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في فيسبوك حول الوضعية الصعيبة اللي يعيشها منتخب كرة اليد منتخبنا دون مدرب قبل 6 شهور من بطولة افريقيا. هتنعرفوا أكثر على الوضعية هذه من عند لاعبة المنتخب المحترفة في فرنسا فاطة. مهلا بك. الو عسلامة. مرحبا بك فاطمة. بالو كنت تحدثنا أكثر على الوضعية نتاعكم فاطمة بوضعية المنتخب نتاع كرة اليد قبل كما حكيتوا أنتم 6 شهور من بطولة إفريقيا منتخبنا دون مدرب. والله يسعد نفسك على المداخلة هذيا. مرحبا. وأني اليوم باش نحكي باسمي واسم بادير 80% تاع البنات. احنا البنات جوسكا انستون رانا البنات. اسمعني بالله سامحني لهنا علاش 80%؟ واخي مش الكل متفاهمين. سي كلنا متفاهمين ما بالك الكل إذا با بارتاجي لو ميم ستاتيو ولا كي اني اللي باش نحكي مع فما احنا فادير كيما قلت لك 80% تاع بنات اللي احنا نزلنا اون جروب ونزلنا نحكيو فيه تو لي جور و pendant le confinement كنا مع بعضنا وترينينا مع بعضنا ونعمل فيديو معناها ديما نحكي وديما مع بعضنا ووزعنا حالنا على الهاند في تونس توا وعلى كيف ناشونال توا هيك علاش اون ا ديسيدي هو جي من سي سوفينير جاني على الفيسبوك وقت اون ا ريبورتي لا كوب دافريك وك هو يا اخي اون ا ديكلونشي حاجه اللي حاجه اللي تمسنا نحن معناها بور لانسون خاطر اني قلبي وجعني كي نشوف ايكيب ناسيونال دوبوي 2018 ما صرنا حتى شيء حتى تربط حتى ستاج حتى غاسومبلومون مع بعضنا من 2018 من 2018 ما ليناش بعضنا معناها اون سي با مي اونسومبل دون ان ستاج معناها الحاجه هذه توجع على الاخر اني تو نحكي باسمي اني اي نلعب انت تلعب في فرنسا معناها فاطمه حتى اللي في تونس ما تلاقاوش معناها زاد لا ما تلاقاوش اوكي ريسومبلومون معناها لا البنات في تونس لا البنات لوكال لا نحن في فرنسا معناها اني تو باش نحكي لك على في فرنسا اني نلعب مع بنات من السنغال من الكونغو البنات هذوما كل ثمانية شاف يتلموا مع بعضهم يعملوا ستاج دانييرمون ليكيب دو سينيغال عملت ان تورنوا مع دي زيكيب دو دي ان في فرنسا ولعبوا تورنوا معناها اون ايكيب كي تحب تحضر مش قبل بكاس شهور مش قبل بجمعتين راهي سورتو تلاني لازم نحضروا معناها اي اشيونس معناها كي المونديال كي كوب دافريك اي اشيونس معناها مش في ليله وضحاها باش تخلق اون ايكيب معناها سي با فاشيل الحاجه هذيا وعلاش تشوف فاطمه علاش السبب شنو السبب تاع هذا الكل تاع التجاهل هذا الكل؟ والله ما عنديش حتى فكره والله احنا مش ما فهمت حتى معناها ما فهمت حتى ستاج ولا حتى معناها انت عارف نهضوا مع بعضنا والحكايه لحد الان ما عنديش اونترونور معناها ان سيليكسيونور الحاجه هذه اللي زدت توجع القلب معناها معناش حد باش يدافع علينا هكا علاش احنا بنات واكهو احنا بنات في اون فيديغاسيون اون سيليكسيون واكهو احنا تو مانيش عارفين احنا قلنا بالك هما تو متلاقيين بالولاد كانوا في المونديال وكل هذا ما يمنعش هذاك راهو فوالا معناها كل واحد نعرف انيكاليتي اونتخ فامي معناها كيما الاولاد عندهم حق حتى احنا عندنا حق راهو بيان سور هذا اني شور المنتخب هذا اللي كان تقريبا منذ سنوات قليله فرح التوانسه ببطوله افريقيا وانجاز تاريخي تقريبا حققتوه وقتها فوالا اني معناها اشاك فوا كيجيني السوفينيغ نتاع كان ما تصورش معناها كان فرحه والبريسون والسكي وكل شيء يرجعوا معناها وهي سيتي يا با لونتون معناها سيتي 25 جونفي جو كخوا حاسك ميكا اون 2014 اما تراجعنا برشا فاطمه من وقتها ما بيان سور ما فماش تأثير ما فماش عباد ما بالك بدات ما امنوش بينا عباد ما تلاحيوش بينا ما فماش دي كونديسيون دي مويان اللي باش يخليوك معناها تخلي اون ايكيب هكاك اون بون ايكيب معناها خاطر العباد هذوك خدموا برشا راهو قبل معناها سيتي ديزو احنا بالك جينا في الاخر في البريود الاخرانيه في الكيب ناسيونال هذيك ما هذوك مع عباد خدموا مع بعضهم برشا وامنوا مع بعضهم برشا واحنا نحب الحاجات هذوما يصيروا علينا احنا اون ايكيب جون احنا اون ايكيب
soudés, on va dire soudés, خاطر presque معناها كبرنا مع بعضنا العام 92 93 94 95 كبرنا مع بعضنا البنات هذوكم معناها ونعرفوا بعضنا من احنا صغار دونك بالحق معناها نطلبوا جوست تاثير من ليكيب من الفيدراسيون تاعنا وجوست يحطونا ان اونترونور ونبداو نخدموا على احنا يوغا دي سيمانيا شيف بيتيت معناها لو طون سافي اتر جوست مي سي با غاف احنا باش نخدموا وكاو باشون كو معناها كان سافي اتر مود دو جوان نورمالمون فما تواصل معاش كلمتو حكيتو مع شكون من الفيدراسيون فاطمه ولا بور لانسون نو عملنا جوست اون لي تام تي ميساج على الفيسبوك باش الناس كل معناها باش الناس كل ترى ما نجموش بور لانسون ما تواصلناش معناها مع الفيدراسيون اون ديريكت حتى بعد هذاك ما كلمكم حد نو فرانشمون نو باهي ناويين مع شنو ناويين تعملوا فاطمه فما خطوه قادمه باش تعملوها ولا كيف شنو ناويين تعملوا بالضبط تستناو هما يتحركوا وكا هاو ولا بور لانسون احنا عملنا يعني احنا اون با اغريسي لي جون معنا عملنا حاجه بسيطه حبينا نفيقوا العباد حبينا نفيقوا الناس الكل خاطر المشكله راهو يا اسلام حتى كان مثال جانا اونترونور توا وخدمنا كل شيء باش نخدموا في بيريود صغيره من بعد كان اون با دير سي عملنا دي ريزولتا ميديوكر ولا حكايه بس احنا باش ناكلوا الكلاسه معناها المهم بناتنا ما يعملوا حتى شيء ما عندهمش نيفو لا 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 شوفوا احنا كيف قاعدين نعانيو معناها شوفوا احنا قبل 5 موا معناها من الكان ما عندناش اونترونور وقتاش نترينيو مع بعضنا وقتاش جوست نحب نعرف اي وقت معناها باش ناخذ قبل بجمعتين من جوان وباش نترينيو مع بعضنا باش نمشيو للكان مش هكا تصير الامور معناها نورمالمون تحضيرات بعام وعامين وبروجي يبدا نورمالمون قبل بعام وعامين تقدم فوالا كان تحب معناها على ان بروجي تجو وتحب تقدم معناها ان بون ايماج تونس وكل شيء لازمك ان بروجي تجو اللي على مينيموم اون فادير على عامين باش تخدم مع البنات هذوكم وتقدم معاهم وتوصل معاهم معناها سينو مش قبل بدو سمين معناها تلم البنات فازي اون فايالي ونشوف هكاك احنا والزهر معناها اللي هو الزهر من توا ماهوش باش يجي معانا راهو خاطر السنغال عندهم اون بون ايكيب كونغو عندهم اون بون تيم كلهم جيني كامرون الناس كل تخدم راهو الناس كل تخدم اني عندي قلت لك دي معناها دي زاني افريكان يخدموا يلعبوا معايا توا لي زيكيب هذوما الكل قاعدين تخدم توت لي سمان يا شيف فما ستاج فما غاسومبلومون مع البنات الكل ويخدموا الا احنا اني ساعات اقسم بالله اني هذا باش ناخذ على حسابي اني نحشم يقولوا لي فاطمه ما عندكمش ستاج نحشم صحيح ولا اني كله معناها ما عندناش اونترونور باش نوصلوا نعملوا ان ستاج معناها للدرجة وصلنا في تونس فعلا في كرة اليد في تونس السبور تقريبا هو اللي فرح التوانسة في كرة اليد وصلنا معناتها اللاعبات هما يطالبوا باش الجامعة تعمل على الأقل ستاج مش ستاج على الأقل تحط لهم مدرب باش يتابع الملاعبات هذم نقطة استفهام كبيرة نستناو تفاعل إن شاء الله من المكتب الجامعي علاش ليه فاطمة ونشتاغ احنا جوست عملنا فلا عملنا بادرة معنا نحن سيتي معنا جوست فوق معناها جوست باش نفيقوهم باش نحسوا لي احنا نحبوا بلادنا ونحبوا نطوروا بلادنا واحنا معناها فما برشا بنات راهو توا ولاو لهنا في فرنسا تخوف في سنال في رومانيا باغتو معناها نحبوا جوست نذكروهم اللي احنا موجودين واللي احنا مستعدين باش نقدموا لبلادنا وكهو صحيح خلينا نستغل الفرصة مسيرة فاطمة خلينا نسألك على امورك انت في فرنسا في جمعيتك وي قولي اي قولي شنو هي الامور شنو هي الجمعية الساعة قول لي استعمل له مازلت مع لاتول بون بلان ديفيزيون 2 في فرنسا بور لانستون مازلنا كرجعنا نلعبوا ما عندناش برشا ديجا بعد شويه نلعب ماتش جوست رجعنا نلعبوا يا 3 سمين اني عندي ملي رجعت نلعب وكاو كان مع الكوفيد وكل اون افي با لو ستاتيو نتاع بروفيسيونيل دونك ما كناش نلعبوا من بعد حسيل وعملنا برشا حملات كما نقولوا احنا في فرنسا وكل شيء اللي ردونا عطونا ستاتيو بروفيسيونيل وتو بدينا نلعبوا الحملات غادي يجاوبوهم ولا لا؟ قلت لي سامحني قلت لك الحملات اللي غادي في فرنسا يجاوبوا يتفاعلوا معاهم ولا لا معناها؟ بالحق فرانشمون تو تفاعلوا معنا عطاونا الستاتيو اللي نحبوا عليه وانا نلعبوا على روحنا من حقنا خاطر سي فري في ليكيب دي دو ما عندناش برشا فما دي جوز بروفيسيونيل علاش
on est à 50% من ليكيب معناها من البروميير ديفيزيون هيك علاش ما عطاوناش ستاتيو من بعد الناس الكل معناها صححنا على اوراق وكل شيء اللي احنا معناها بروفيسيونيل وحاجتنا باش نلعبوا لازمنا نلعبوا كل شيء فوالا اون ايو لا ريبونس من بعد بعد نويل وخر عندكم برنامج عندكم برنامج طلوع ان شاء الله السنه ولا شنو حظوظكم؟ Normalement pour l'instant, normalement on est là-bas à l'Almantia, les deux. Avec les conditions, les salles, franchement, je n'ai rien à l'objectif. Je viens de une année blanche. Je sais que je suis en train de faire des choses, mais pour l'instant, on va jouer. Je sais que c'est l'avril, on va enchaîner 13 matchs. Et puis tout seul. Madame Almantia, je vais vous poser une question. Je vais vous montrer que vous avez fait un ان شاء الله كان فما كان عندي بروفيسيون بيان سور ان شاء الله فما حد حد يقول لي على الحاجه هذيا راه ان شاء الله ديما 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 جوغ يحب يلعب في كيف ما خير وديما يحب يشوف روحه في ما خير معناها اكيد هذا نتمناه ليك ولكل لعباتنا المحترفات نعرف ولاو برشا ولاو توانسه خارج تونس فاطمه وي انا برشا وي انا نبني كيف نقول لك كلمه الختام لو كان تحب تضيف حاجه وتوجه نداء فاطمه والله جوست نحب اللي تسمع صوتنا وتعيننا في اقرب وقت ممكن معناها ان انترونور باش ينجم الانترونور يشوف مع البنات ويبدا يفيكس معناها دي ستاج عندنا دي سيمانيا بروشينمون سي سور دونك اللي يسي دو فير دي ستاج وان شاء الله ربي معنا كما نقولوا ان شاء الله وميرسي انت ميرسي ميرسي بوكو على التفاعل معنا وان شاء الله ان شاء الله الناس الكل تتفاعل معنا وان شاء الله يوصل صوتنا وكهو هذا واجبنا مرحبا بك دونك يعطيك الصحة فاطمة صفر لاعبة المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد المحترفة في فرنسا بالتوفيق ان شاء الله اللي كنت في تجربتك الاحترافية وايضا بالتوفيق في الماتش نتاع بعد اللي تخوضوا بعد شوية في البطولة الفرنسية نحن زلنا مواصلين في زون ميكس حتى الخمسة نتاع العشية بعد شوية نحلوا ملف الدربي يلتحقوا بنا ضيوفنا خالد التويت اللاعب السابق للنادي الافريقي وسامي العروس اللاعب السابق الترجي